نعم. فضيلة الشيخ، فيه شخص يسأل، هو عسكري ويسأل عن حكم التحية تحية عسكري، التحية اللي تعطى للضباط، إيه؟ وهذه إلزامية عليه، نعم. إذا ما أعطاها يتحاكم. نعم، أولا صفنا التحية تحية الضباط، لأننا لا نعتقد أن أحدا أحسن ضبطا من رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدين، وتحيتهم كتحية المسلمين الآخرين، السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فما هي تحية الضباط التي أشرت إليها؟ يشير بيده يعني، ويضرب برجله، ويضرب برجله. وما ضرب برجله ما ضرب. يرفع صدره. لا هذا لا صار معه كفاية. على كل حال الجمع بين السلام القولي والإشارة لا بأس به. يعني مثلا قال السلام عليكم، لكن الخبط بالرجل هذا ما له أصل إطلاقا، ولا ينبغي أن يخبط بالرجل، ربما يأثر على رجله، ربما يأثر على الأرض اللي تحته إن كانت خشب ولا شيء. نعم، المهم هذه لا أصل لها، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسؤولين إلى غاية مثل هذه الأمور، وإلى أن ينظروا إلى من سبقهم من هذه الأمة، لا إلى من تخلف عنهم من الأمم الحاضرة. نحن مسلمون، فهل الأولى بنا أن نقتدي بهدي غير المسلمين أو أن نقتدي بهدي المسلمين؟ بهدي المسلمين لا شك، هدي المسلمين إذا مر السلام عليكم، إذا كان بعيدا جمع بين الإشارة والقول السلام عليكم، إذا كان أصم المسلم عليه جمع له بين القول والإشارة. أما بدون ذلك أو نقتصر أيضا على الإشارة فقط فهذا غلط. ثم إني رأيت بعض الجنود صاروا يسلمون تسليما غريبا، يعكف يده كذا، ها؟ تحيط الرشاشة هل يجعلها هكذا؟ تحية الرشاش إذا شفت عدو محارب حطه بصدرك، لا تحط يدك بصدرك. على كل حال مسألة الجامع هذا نسأل الله أن الله يهدي المسؤولين أن يتبصروا في الأمر وأن يهتدوا إلى هدي السلف الصالح. إذا مر الضابط عليه أن يسلم فيقول السلام عليكم، لأنه هذا أخوه مسلم وإن كان أقل منه رتبة، والثاني يقول عليكم السلام. والله لو فعلوا هذا كان هذا دعاء وعبادة وثواب وأجر. الآن الجيش كلهم محتاجون للدعاء لهم بالسلامة، أليس كذلك؟ هل أفضل من أن نقول السلام عليكم؟ ما في أفضل منه، كلهم يريدون السلامة. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل المسؤولين يتفطنون لهذا الأمر، وأن يكون لهم شعار خاص، وهو شعار ما كان عليه الشعار الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه.